أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الجهلة وما عنده أي علاقة بالعلم الشرعي كما هو معلوم وظاهر للناس من خطاباته وكلامه، وهو شخص غير معروف طبعا، لكن الفتوى الأفتى بها وهو ليس أهلا للفتوى أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. الفتوى الأفتى بها فتوى باطلة يعرف بطلانها الصغير جدا قبل الكبير، فتوى غريبة يعني استغربوها الناس كلهم. قال إنه لبس الكمامة للوقاية من الكورونا أو الحماية منها بإذن الله، قال ده يعاد شرك بالله سبحانه وتعالى. والفتوى دي شالوها أعداء الإسلام من العلمانيين والشيوعيين وغيرهم عشان يضربوا بها المنهج السلفي، لأن الرجل بينسب نفسه لمنهج السلف، ومنهج السلف بريء تماما من هذا الرجل ومن منهجه كما هو معروف في خطاباته وفي المنشطات اللي قاعد ينشرها في الفيسبوك وفي غيره وفي غيره، كلها تكفير، تكفير واضح للمسلمين، وفيها جهل من نوع الجهل المركب. طبعا الجهل المركب ده أعظم أنواع الجهل. المهم يهمنا نرد على الكلام ده، والكلام ده ما عنده علاقة بمنهج السلف أبدا، لأنه ده يا جماعة من اتخاذ الأسباب. والسبب إذا ثبت إنه سبب صحيح، وثبت هذا السبب شرعا أو ثبت كونا، ما بيعد من الشرك أصلا، لا من الأكبر ولا من الأصغر أبدا، ما بيعد. كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ العلامة الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله، والفتوى موجودة ومسجلة بصوته ومعلومة عند العلماء وعند أهل العلم، وده ما في مشكلة. زي ما أنت الآن البطانية بتلبسها وقاية من الشتاء، هدوم البرد تلبسها وقاية من البرد، هدوم المطر بتلبسها وقاية من المطر، بتبلع بنادول وقاية من كذا، بتبلع حبوب أو تطعيم وقاية من كذا، نظارة وقاية من الشمس. ما في أحد من العلماء أبدا أبدا ولا في قول شاذ قال إن الأمور دي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. دي من الأسباب الدنيوية، فيها أسباب طبية وفيها أسباب شنو وأسباب شنو، ما فيها مشكلة اتخاذ الأسباب. القرآن كله دل على اتخاذ الأسباب. مثلا في الرزق ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في العلاج، في أسباب وقاية، في غيره في غيره في غيره، ما في مشكلة في هذا الكلام، وده معروف، ما معروف يعني عند الجميع، عند جميع العقلاء، خلي العلماء الشريعة، عند عاقل، زول عاقل ساكت أو زول بليد ذاته يعرف الناس أنه اتخاذ السبب الما يتعارض مع الشريعة ما في مشكلة. فدي فتوى باطلة ما عندها أي علاقة بالدين، ده واحد. اثنين، الفتوى دي ما عندها علاقة بالمنهج السلفي، منهج السلف الصالح، لأنه كل السلف الصالح اتفقوا على وجوب وإباحة أحيانا أخذ الأسباب، عشان كده كان أخذ السبب هو من التوكل على الله بالمناسبة، ودي معلومة يجهلها حتى كثير من الناس. اتخاذ الأسباب هو من التوكل على الله، يعني اللي ما بيتخذ السبب ويقول أنا متوكل على الله ده ما متوكل على الله. ولذلك جاء في صحيح البخاري دليل على هذا الكلام واضح في سبب نزول قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، إنه أهل اليمن الوقت ده كان جزء منهم بيجوا الحج، طبعا الحج زمان كان بالجمال وبالحمير وبيمشوا كالداري وكده، ما كانوا بيشيلوا معاهم زوادة، لا مال لا طعام لا شراب. فلما نقول لهم شيلوا تزودوا بالزوادة يقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وتصحيحا لهم قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ففي قوله تعالى وتزودوا يعني ربنا قال لهم شيلوا المال وشيلوا الطعام وهو في سفركم للحج، قال لهم لازم تزودوا، أمرهم أمر بقوله تعالى وتزودوا. بعد ذلك ربنا وراهم معلومة غير موضوع الزوادة من المال ومن الطعام، قال لهم فإن خير الزاد التقوى، ودي فائدة زائدة ربنا سبحانه وتعالى زاد لهم على الأمر بالزوادة. ف اتخاذ الأسباب هو من التوكل على الله، عشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى قال ترك الأسباب طعن في حكمة الله، والتوكل على الأسباب شرك بالله.
الزول يتوكل على السبب ذاته ما يتوكل على الله، ده هو الشرك. أما اللي بيترك الأسباب ده طعن في حكمة الله، لأن حكمة الله اقتضت أن يفعل الإنسان الأسباب، وكل شيء ربنا جعل له سبب. شوف مريم رضي الله عنها وعليها السلام، ربنا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فربنا كان ممكن ينزل لها الرطب من النخلة بدون ما تهزه، مع أنها هي حامل وفي المخاض وضعيفة ما تقدر تهز جذع كامل بتاع نخلة، لكن ربنا داري يعلمنا جميعا أنه اتخاذ السبب ضروري. عشان كده قال له هزي بجذع النخلة، مع أنه جذع النخلة ده ما بيتهز بسهولة، بالذات لمرأة ضعيفة في مرحلة المخاض، أضعف ما تكون، أضعف ما تكون المرأة في المرحلة دي. لكن ربنا برضو قال له وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا ده زول بليد وزول حزبي مرضان، ما عنده أي علاقة مع العلم، ورجل تكفيري خارجي معروف، معروف تكفيري خارجي. لكن العلمانيين والمجارمة يقول لك فتوى سلفية، كذابين والله، دي ما فتوى سلفية، ولا الرجل ده عنده علاقة أبدا بمنهج السلف، ولا أي زول عنده دقن هو سلفي. الدقن صح واجبة أمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما كل زول عنده دقن سلفي. ما هو ده سلفاكر عنده دقن سلفي، ده سلفي. لينين وغيرهم من الكفار والمجارمة، هل ديل سلفيين؟ عندهم دقون كلهم، هل ديل سلفيين؟ وماركس عنده دقن كبيرة جدا، هل ده سلفي؟ فالعلمانين دارين اصطادوا في الماء شنو؟ العكر، لأنه ما قدروا يواجهوا الدعوة السلفية. يجيبوا سفهاء زي الرجل ده وغيره يقول لك شوف السلفيين بيعملوا كيف، هسه بكره برضه يعملوا لهم حاجة، يمكن يعملوا العلمانيين براهم، يعملوا لهم تفجير ولا حاجة، يقول لك ده للسلفيين. ده كله عشان دارين يوقفوا الدعوة السلفية التي أقضت مضاجعهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي أقوى دعوة في الوجود، لأنه دي دعوة الله سبحانه وتعالى، ودي منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فما قدروا يحاربوها العلمانيين والملاحدة، يقول لك ده للسلفيين، قالوا لبس الكمامة شرك، كمامة قاعدين نلبسها وقاية من هذا الفيروس، تطعيم قاعدين نطعم ونطعم شفاعنا وأطفالنا، وده من التوكل على الله. لا بد تفهم الكلام ده، لأنه كونك تفهم أنه من التوكل على الله يعني أخذ الأسباب من الإيمان، لأنه ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا ثبت وعلمتم جميعا أنه اتخاذ الأسباب من التوكل والتوكل من الإيمان، يبقى اتخاذ الأسباب من الإيمان ذاته، دي عقيدة السلفيين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.